رياض مدارس الوطن العربي قسم الصف الثالث مادة الرياضيات. بعد أن تعرفنا على المجسمات، لابد من التعرف على طريقة تركيبها. لنبدأ مع المكعب. ما هو شكل أوجه المكعب؟ مربعات الشكل، أحسنتم. وما هو عددها؟ رائعين، 6 وجوه. لنقم بعدها. 1 2 3 4 5 6. 6 أوجه مربعات الشكل. لنقم بطيها لنحصل على مجسم المكعب. إذن لتركيب المكعب نحتاج إلى 6 أوجه مربعات الشكل ومتساوية. لننتقل إلى متوازي المستطيلات. ما شكل أوجه هذا المجسم؟ أحسنتم، مستطيلة الشكل. كم عدد هذه الأوجه؟ رائعين، 6 وجوه. لنقم بطي هذه الوجوه المستطيلة بحيث يكون كل مستطيلان متقابلان متساويان. إذن لصنع متوازي المستطيلات نحتاج إلى 6 أوجه مستطيلة، كل مستطيلان متقابلان متساويان. لننتقل إلى الأسطوانة، نحتاج إلى مستطيل ودائرتان. لنقم بطي المستطيل ثم نضع الدائرة الأولى في الأعلى والدائرة الثانية في الأسفل لنحصل على الأسطوانة. إذن لتركيب الأسطوانة نحتاج مستطيل ودائرتان.